السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، صليت العصر في مسجدي، شباب التحفيظ فاجأوني بعمل صالح يريدون أن يقدموه لأمي رحمها الله. انظروا إلى هؤلاء الصحبة، فاجأوني بهذه الإحرامات كلها في موازين الوالدة، كتب الله أجرهم وأسأل الله لا يحرمهم الأجر. قال فيأتي معها ملك فيقول الميت: ما هذا النور الذي جئت به؟ فوجهك الذي عمل صالح من الدنيا. وفي رواية يقول: يذكر له صاحب العمل، فلان عمل عملا صالحا لك. قال: السلام عليكم أحبابي، جزاكم الله خير، أفرحتوها وهي في قبرها، أسأل الله أن يفرحكم في الدنيا والآخرة، قولوا أمين. بيض الله وجهه، الله فيصل، بيض الله وجهه، كتب الله اجركم يا اخواني، الله يجزاك خير فيصل، الله يرضى عنكم، جزاكم الله عني. اولا نسال الله ان يغفر لوالده الشيخ منصور وان يرحمها ويجعلها من اهل الجنه، وان يجعل هذا العمل صالحا ولوجهه خالصا، وان يجعلها من اهل الجنه ان شاء الله. كريم، سلام عليكم. سلام. انت كبيرهم الذي علمتهم هذا العمل. يا الله، الله يجزاك خير، كتب الله اجرك، الله لا يحرمني منك، على مهلك. شعور وسعادة لا توصف. إخواني في الله عز وجل يأخذون عمرة عن أمي، والله شعور لا يوصف. ولكن أقول لكم جميعا يا إخوتي، أسأل الله أن يفرحكم كما أفرحتم أمي في قبرها. صدق الله عندما قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا الذين آمنوا توبوا